الحياة الزوجية ليست معركة نخوض غمارها ونتنافس على السلطة فيها، وأنجح القرارات الأسرية ما اتخذ بالتشاور بين جميع الأطراف المعنية وحقق مصلحة الأسرة. صراع الأدوار محاولة أخذ ما ليس لك والتقصير فيما يجب عليك. فالزوجة تسعى لانتزاع القيادة من زوجها وجعله تبعا لها وعلى مزاجها، والزوج يتهرب من دوره في التربية والنفقة ويلقي بالعبء على الزوجة، وكل يحمل الآخر الأخطاء وتبعات التقصير. من المسلمات شرعا وعرفا أن أدوار الزوجة تختلف عن أدوار الزوج، وفي زمن الانفتاح المعاصر قد تتفاقم مشكلة صراع الأدوار إذا لم يقم الزوجان بضبطها والتوافق عليها. أيها الزوجان، الزواج مشاركة في تفاصيل الحياة كافة، وتكامل في الأدوار وتناغم في الأداء، وفهم ذلك يجنبكم الوقوع في المشاكل ويوفر لكم جوا من راحة البال ونعيم الحياة. أسعدكم ربي ورعاكم.